سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك والحاضرين في الله، وأسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه سميع مجيب. أحبه الله كما أحبنا. وسؤالي هو: ألا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفاء، يعني على المروة، ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة أم يقتصر على الدعاء؟ وما المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر؟ أفتونا مأجورين. حديث جابر قال رضي الله عنه: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي المروة قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا، وهو على الصفا لم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإنما قرأها حين دنا من الصفا، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليبين للأمة أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله قدم الصفا على المروة فبدأ بها تبارك وتعالى، فكان المشروع لنا أن نبدأ بالصفا. وهو لم يقل إنه فعل حين قرب من المروة كما فعل حين قرب من الصفا، قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا.